حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من فقرة موترنا. شيماء شلونك؟ يا هلا فيك حمود، شلونك؟ تمام. مشاهدينا اكيد اليوم راح تستمتعون معانا بفقرتنا. مثل ما تعودتوا دائما تتشوقون على سيارات اللي نجيبها، ولا ايش رايك حمود؟ هالمرة 100% صح، كل سيارة قاعد تكون أقوى وأفضل من الثانية فعلا. والسيارة اللي عندنا اليوم سيارة لها تاريخ، هي ماسل كار، أمريكان ماسل كار. قبل أن نتكلم بدقة عن تفاصيل السيارة من الحين أقول لك مشاهدينا، أنتوا شاهدين، أنا اليوم راح أسوق السيارة. اليوم كيفك؟ أنا راح أسوقها. أنتوا بتسوقين سيارة دوري اليوم والمسؤولية كلها على عاتقك. تمام، يلا قول تفاصيل السيارة. خل أول شيء أسولف لك عن البراند، العلامة التجارية اللي تحملها هذه السيارة، اسم عريق في عالم السيارات. بلشوا أول شيء باسم ثاني إحنا ما نعرفه من قبل، كان اسمها أوكلاند موتور كار، وهالحكي هذا 1899، تخيله يعني قبل التسعينات حتى. حلو. بعدين ب 1920ات كذي 24 27 شرتها شركة جنرال موتور. أوكي. وغيروا اسمها إلى شنو؟ بونتياك. بونتياك بالكويتي شنو؟ بالكويتي بونتيك. بونتيك. إيه ما عندنا إحنا تلوي بالحكي، عندنا على طول اسماء صعبة. أنا متشوقة بسوقها. السيارة طبعاً هذا البراند اللي احنا قاعد نتكلم عنه، طبعاً بونتياك معروفة بوايد سيارات، وبونتياك أساساً علامة تجارية انتهت، يعني عمرها وقف في 2010. حلو. وأكثر شيء كانت تباع السنوات الأخيرة من عمرها في يعني أمريكا وكندا والمكسيك. أي. احنا وصلت عندنا كذا فئة من هالعلامة هذه، لكن الفئة اللي بنسولف عنها اليوم وراح نجربها ونوريكم إياها بالتفاصيل هي سيارة ما راح أقول اسمها الحين، لكن بلشت تصنيعها في 1967. حلو حلو، هذه اول مره شفناها في الحياه. نزل منها اربع نسخ بس، النسخه الاولى كانت من الستينات لتقريبا قبل السبعينات بشوي. حلو. النسخه الثانيه ولهذه راح نجربها لكم اليوم بلشت من نهايه السبعينات الى 82. 82 حلوين، من 78 الى 82. طبعا حمود من قدي انا بسوقها اليوم. اليوم راح تسوقين سياره بعطيك لغز انا، يمكن انت تعرفينها وكل الناس اللي مروا عليهم السيارات الرياضيه بشكلها المختلف راح يعرفون هالسياره، لانها سياره مميزه جدا. المعادله هي كالتالي: لون اسود، لون ذهبي، وعلامه النسر. ملكيه هذه، عرفتوها؟ يبا ما راح نسولف عنها. راح نسولف حمود، خلينا نركب السياره ونوريكم شنو هالسيارة. أكثر شايك، يلا بينا. شيء ما ركبنا السيارة، ما قلت لكم للحين اسمها شنو. اسم السيارة هذه بونتياك فايربيرد ترانز أم. بونتياك ترانز أم، هذا حلم كل عاشق للسيارات الرياضية. حلو. وانت الحين سعيدة الحظ اللي قاعد تسوقين هالسيارة هذه. السيارة هذه موديل 79، وهي على عدالها ما تغير فيها ولا شيء من الوكالة، احنا الحين قاعد نسوقها نفس ما هي. حلو. حلوين؟ سيارة رياضية قوية جدا، عجيبة. وايد حلوة، وايد يحبونها الناس، خصوصا النسر اللي يكون داخل او برا على قبر السيارة. الناس بالنسبة لهم يعني لهم شيء وايد كبير. حلو. خل اقول لك معلومة عنها السيارة هذه. السيارة هذه بهالشكل هذا هو ثاني شكل لسيارة الترانزام. اوكي. قلنا اول فئة نزلت في الستينات، من الستينات للسبعينات، من السبعينات، من اواخر السبعينات للثمانينات كانت هذا الشكل اللي قاعد تسوقه الحين. الشكل الثالث اللي هو نزل من الثمانينات للتسعينات، تخيلي كانت اي سياره؟ اي سياره هي نفسها، طلعت باكثر من فيلم، اكثر من شيء، كانت هي السياره العجيبه، سياره نايت رايدر، مسلسل نايت رايدر تعرفينه؟ أي. اللي حاش السياره وترد عليه. هذه كانت ايضا النسخه الثالثه من السياره اللي احنا قاعد نسوقها الحين. فعلى فكره السياره يعني مشهوره جدا في هوليوود، وطلعت باكثر من فيلم، اكثر من مسلسل، ومعروفه ومحبوبه في هوليوود وايضا عندنا هنا بالكويت. حلو. صدق لمرة الفريج تلاقين الفريج كله يوقف.
لي مرت بشارع لي مرت بأي مكان. أنا قلت لك ملكية لها مكانتها فخمة حيل الصراحة. شلون سياقتها تحسينها سهلة صعبة؟ خفيفة وحلوة وغير الصوت. أنا ما أحب هالصوت بس السيارة هذه حبيتها. بس أنت قالة بتدوسين فينا عاد بعد شوي. أدوس؟ دوسي. صح شيماء هذه آخر مرة أطلع وياك سيارة. لا أنا وايد استأنست. خرعين انت زيارتك ما توقعت الجان كذي. لا حبيتها حلو والله. والله خلنا نادي صاحب السياره يلا نسولف معاه اكثر. اكيد اخوي احمد حياك تفضل. السلام عليكم. جزاك الله بخير. شلونك اخوي احمد؟ اخبارك ان شاء الله بخير؟ الله يسلمك. هلا والله. صراحه الله يخلي لك هالموتر هذا ويحفظه لك ان شاء الله ويكفيك شره. الله يسلمك. موتر نفس هذا اتوقع وايد ناس يعني لهم وايد اشياء، بالنسبه لك انت شنو يعني لك؟ شلون شنو شعورك وانت صاحب سيارة مرغوبة جدا ونوعا ما تاريخية لها تاريخ وايد عريق؟ نعم طبعا انا كان عمري 11 سنة سنة 79 فكنت اقعد على الدرج واشوف الفريج كان فيه ترانس توها نازلة. اي توها نازلة 79 ومن انا طفل وانا تولعت فيها تحلم فيها. اي ولما كبرت خلاص قلت لازم اشتريها. لازم اشتريها. صار ارتباط. يعني يا اخوي احمد اول شيء يعطيك العافيه والله يخليها لك ان شاء الله. الله يخليك. سيارتك وايد فخمه. الله يسلمك. يعني كلون حتى من داخل. هذا اللون اللي الكل يتمناه. ايه؟ اسود ذهبي والنزر. هذا الوانها الاصليه. صحيح. سياره ستاندر من الدعاميه للدعاميه. حلو. الشكل اللي طلعت فيه من المصنع بدون اي اضافه. ما شاء الله طبعا. إيه؟ انا بسميها الملكيه. الله يسلمك. الله يخليك. انا شفت ان فيها تكييف. إيه نعم. زين تمام مكيفة. احسن من باقي السيارات. نعم مكيفة. هذا الحلو فيها. نعم. ثاني شيء. إيه نعم. بسالك عن الماكينه. اي نعم. ماكينتها. نعم. كلمنا عنها اكثر. سمعت ان يعني لها مكانتها يعني. نعم. وايد غاليه. نعم هي ماكينتها 6.6 زين 455. طبعا الحين صارت من النوادر الماكينه ومو اي واحد يشتغل فيها. صعب. بس الشيء الحلو ان قطع السياره هذه متوفره من الدعاميه للدعاميه ولكن حلو. وين في بلد المنشا اللي هو امريكا. اه اوكي. فاحنا نضطر ان نستورد القطع. صعوبه تلقى صعوبه لا ما في اي صعوبه بس شوي يعني الكوست. اي نعم احنا نطلب القطع هذه وعندنا ناس هني يشتغلون فيها. اي نعم يعطيك العافيه على السياره الفخمه والملكيه ايضا. كنا قفال خلاص. اي بس خلاص. اشكركم يعطيكم العافيه. الله يعطيك القوه. الله يقويكم. هذه كانت سيارتنا الليله طبعا. صح. سياره اسمها بونتياك فاير بيرد بالكويتي. بونتيك بالكويتي. بونتيك. مشاهدينا اكيد استمتعتوا اليوم معانا. تابعونا بالفقرات الاخرى برنامج عسيف فقره موترنا مع حمود شيماء. مع السلامه. باي. We'll be right back.